لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. ما زلنا عند نقطة البداية، حيث خنادق المعركة السياسية تتبدل من التشكيك بالمفوضية إلى التنمر على المبعوثة الأممية التي اشتكت ذلك علنا. فماذا بعد التنمر والمسيرة التي استهدفت الكاظمي وتعددت فيها الروايات بين مشكك ومكذب وساع لكشف المتورطين ومحاسبتهم؟ هل سنتجاوز هذه الحواجز لنصل إلى نهاية الشوط الانتخابي بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج قريبا؟ وهل يختبئ وراء هذا التصعيد والتشابك في الملفات كم هائل من المواقف التي تناقض المعلن، حيث تحث بعض القوى خطاها نحو التوافق والتهدئة والاتفاق؟ هل ستكون حكومة التوافق أم الأكثرية هي مسك الختام؟ أم أن حكومة البين بين هي البديل المقبول الذي سينهي الجدل بأنموذج جديد لمرحلة جديدة بعمر النظام السياسي المتعثر؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونرحب بضيوف حلقة هذه الليلة. السيد فلاح الجزائري السياسي المستقل، حياك الله سيد فلاح، أهلا ومرحبا بحضرتك. وكذلك السيد جاسم الحلفي السياسي اليساري، حياك الله سيد جاسم، أهلا وسهلا بك سيد ختام، أهلا ومرحبا. وكذلك احنا بانتظار الدكتورة سهاد الشمري الناشطة النسوية، مساك الله بالخير سيد فلاح. قبل أن ندخل بموضوعة الأدلة الجديدة التي قدمت إلى القضاء وأيضا انتظار النتائج الأخيرة من المحكمة الاتحادية، شلون قرأت التفاصيل المعلنة أو الملابسات حول محاولة اغتيال السيد الكاظمي الفاشل التي أعلنت قبل قليل؟ شكرا جزيلا لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم الأكارم. الحقيقة أحداث تتسارع وأحداث تتسابق ومانشيتات عريضة ظهرت إلى الساحة العراقية في أوج هذه الهموم الكثيرة في المشهد السياسي والمشهد أيضا الأمني العراقي، اختتمت في قضية تعرض أعلى سلطة أمنية في العراق إلى استهداف، بغض النظر عن السينيار والموضوع لهذا الاستهداف، أعتقد هي رسالة غير موفقة ترسل إلى المحيط الجغرافي أو إلى المحيط الدولي، على أنه رئاسة الهرم الأمني والسياسي والحكومي تتعرض إلى استهداف أمني. فبالتالي قد تكون إذا كان رئيس الوزراء يتعرض إلى الاستهداف، فما بال المواطن البسيط أو الكاسب البسيط في بلد من المفترض أن يشاع فيه الأمن والاستقرار بعد سنوات من السنوات العجاف مر بها من 2014 وقبل ذلك من المسميات الإرهابية. من المفترض اليوم لدينا بحبوحة من الأمل والاستقرار. ما ظهر اليوم في التقرير هو لم يفصح عن حقيقة الوضع وأن يرسل أيضا نتائج مطمئنة، ولا نعرف الآن حقيقة كل المراقبين من هي الجهة التي قامت بالاستهداف ومن هي الجهة التي قامت بالتحقيق. هل إنه التحقيق أجري في الأمانة العامة أو ما يخص بفريق رئاسة الوزراء أم فريق مختص قضائي أمني استخباري؟ لكن اللجنة المشكلة للتحقيق كانت من كل الأطراف الأمنية. من المفترض الآن التقرير الذي يظهر هو التصريحات الآن وكأنه تتعلق بفريق الأمانة العامة أو ما يتعلق في غرف رئاسة الوزراء، وليس الفريق الفني المختص من كل الخبراء والمسؤولين عن تحرك وجمع معلومات، وبعض الدول أعطت معلومات عن إذا كانت طائرات مسيرة أو مقذوفات قديمة أو مقذوفات حديثة أو ما إلى ذلك. أكو فرق هذا الموضوع سيد فلاح، إذا كانت إذا كان فريق الكاظمي الخاص ومن أعلن عن هذه النتائج، أو كانت فرقة مشكلة من جميع الأطراف، راح تختلف النتائج؟
لا هي سياقات حقيقة حدثت الكثير من عمليات الاغتيال والاستهداف السابقة، وكان شكلت فيها لجان، يعني لا تزال لجنة استشهاد القائدين قائدين النصر لا تزال لجنة مشكلة. قتل هشام الهاشمي لجنة مشكلة. استهداف النشطاء لجان مشكلة. زين. ولا حد الآن نتائج في هذه اللجان ما برزت، فكيف يمكن للجان تظهر نتائجها بهذه السرعة؟ لكن وخلال أقل من شهر. ذكر بنفس يوم الاستهداف أنه يعرفهم جيداً. بهذا التصريح، لماذا الآن؟ هل هذا يعني خلينا نقول تزامن مع تغريدة السيد الصدر والضغط باتجاه التعريف بأسماء الجنات؟ ليس فقط السيد الصدر السيد مقتدى، وإنما الكثير من الكتل والمسميات الأمنية والسياسية قالوا وتابعوا وقالوا نحن أيضا سنتابع. وأعتقد من الجهات الأمنية، أعتقد المتحدث أو رجل الإعلام في وزارة الداخلية قال طارت الطائرات من شمال شرق بغداد، والمتحدث العسكري لقيادة العملية قال جاءت من شمال بغداد. وهذا التضارب بالأحاديث أعتقد، وسمعنا أيضا هناك قادة تعرضوا إلى يعني نوع من المساءلة في قضية تفجيرات وما إلى ذلك. المانشيت الذي يمكن أن نطلقه على هذا الموضوع أنه مهما يكون الحدث فهو غير صحيح، مهما تكون هذه الرسالة هي رسالة غير جيدة عن استهداف أعلى قيادة أمنية بالعراق لكل الدول المحيطة بنا. بالتالي يجب أن تحترم أمن وسيادة واستقرار وقيادات وأسماء وعناوين العراق متمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء. هذا ما لا يختلف عليه اثنان سيد فلاح، لكن بالنهاية مخرجات هذا التحقيق أو النتائج إلى أي مدى نقدر نثق بهذه النتائج؟ لا، هي اليوم المخرجات أعتقد كانت نظرية أكثر من كونها عملية. ما شخصون من الجهة التي تشار إليها أصابع الاتهام، ما هي من أين انطلقت هذه الطائرات، كم حمولة هذه الطائرات على مقربة من الخضراء مثل ما تم التصريح. جيد، إذن ما طائرات أيضا محلية الصنع. إذا كانت الخضراء وهي المحصنة أمنيا، محصن أمنيا من الكاميرات من المجسات الأمنية من يعني التجسس من ما إلى ذلك وتستهدف، فما بال المناطق الأخرى؟ هذا أقول إذا كان هذا الخطأ فهو كارثي. إذا كان رئيس الوزراء ومقر لرئيس ومكتب لرئاسة الوزراء أو بيت الشخصي يستهدف في منطقة من المفترض يعني جرين زون، من المفترض هي مؤمنة محصنة تماما جدا. طيب ست شهاد، دكتورة أحييك من جديد، كيف قرأت اليوم نتائج حادث الاغتيال لسيد رئيس الوزراء الفاشل هذه المحاولة، وأيضا توقيت التصريح السيد فلاح يقول عندنا هواية لجان وعندنا هواية قضايا لم يصرح عنها لغاية الآن، شنو السبب بسرعة إنجاز هذا التحقيق؟ تحية لحضرتك ولضيفك الكريم. أولا السرعة بوجهة نظري لأنه تمثل أعلى سلطة في الدولة العراقية، وهي كما تفضل الأخ أنه المفروض أنه هذه السلطة تحظى بحماية يعني أكثر من كل المواطنين العراقيين. فإذا يتم استهدافها بهذه الطريقة فهذا ليس استهداف لشخص رئيس الوزراء اللي هو الآن في حكومة تصريف أعمال، هذا استهداف لهيبة وسيادة الدولة العراقية، ويعطي انطباع للعالم أجمع نحن دولة مخترقة لدينا أسلحة منفلتة، وأيضا ممكن أن تصل لأعلى هرم في الدولة العراقية. وهذا طبعا ما تم تداوله في وسائل الإعلام واستنكار من كافة الدول، وحتى من طالب الحكومة العراقية من الشعب العراقي بسرعة الكشف عن هذا الموضوع. هذه التوقيعات يعني مو بضغط سياسي وخلي نقول من السيد مقتدى الصدر تحديدا، لأنه صرح بشكل واضح أنه لازم نصرح عن أصحاب هذه المحاولة أو عن الجنات بشكل صريح، وإلا سيضطر السيد الصدر ربما للتصريح على اعتباره يعرفهم جيدا أيضا مثل ما تحدث السيد.
مؤتمر اللي حدث قبل قليل صرح بشكل صريح من قام بهذه حادثة الاغتيال، أعطى معلومات فقط، لم يصرح بجهة ولم يدي بمعلومات جديدة، يعني ورانا حال حادث ولم يصرح من هي الجهة ومن قامت ومن هي الأشخاص أو المتعاونين في من تم اغتيال، محاولة اغتيال السيد الكاظمي. كانت معلومات عادية، يعني أنا صدمت بهذه المعلومات. كنا يعني اليوم كان المفروض أن يعلنون من هي هذه الجهات التي قامت بهذا الحدث. طيب. ضغط السيد مقتدى الصدر، لنحن الآن في خضم صراعات سياسية لأجل الضغط، يعني لتشكيل حكومة جديدة مقبلة بأغلبية سياسية وطنية. إيحاءات السيد الصدر أن هذه الحكومة المقبلة لن تكون كسابقاتها. سيد جاسم، أجدد الترحيب بحضرتك. لماذا لم تكشف الأسماء علنا من قبل السيد الكاظمي أو اللجنة المشكلة للتحقيق بملابسات حادثة الاغتيال الفاشلة؟ هل هناك ضغوطات تمارس مثلا على السيد الكاظمي للتكتم ربما على أسماء معينة؟ كيف تقرأ ما حصل؟ تحياتي لك مجددا شد ختام للضيفين العزيزين ولجميع مشاهدي هذا البرنامج. يبدو لي لا يوجد قرار لكشف الجهة التي يعني يشار إلها من الباطن أنها مسؤولة عن تنفيذ هذه الجريمة، ولكن أريد في هذا التقرير أن يقول أن يؤشر أنه الجهة هي جهة عراقية، هي جهة من الداخل، هي جهة مسلحة، هي جهة من الجهات التي تمتلك ميليشيات والتي تمتلك سلاح خارج إطار الدولة، ولكن لم يجرأ التقرير إلى الإشارة إلى اسم الجهة، ولكن تلويحات تؤكد على ما قلته. ويبدو لي أنه حدود التقرير ستكون بهذا الحد، ولا أعتقد ستتمكن هذه اللجنة من إعلان هذه اسم الجهة واسم المجرمين الذين نفذوا هذه العملية. رادا يقول شيء محدد، أنه الجهة التي تتهم الكاظمي بأن هذه العملية مفبركة قال أنها ليست مفبركة، والجهات التي تقول أنه قد تكون هذه الجهة التي استهدفت الكاظمي لتشويش الأوضاع هي جهة أجنبية قال لا، أنها جهة داخلية. أنا أعتقد فقط في هذه الحدود. وبالمناسبة في الختام، نادر ما يتم كشف عن الاغتيال السياسي أو محاولات اغتيال سياسي في بلدنا والبلدان اللي هي بلدان العالم الثالث بشكل عام، إلا إذا نفس الجهة أعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث. ولا أعتقد وأجزم، يعني أكاد أن أجزم أنه سوف لم يعلن عن اسم هذه الجهة. وفي مقابل ذلك هذا التقرير سيعطي الحجة أكثر للجهات المناوئة التي لديها آراء أخرى في هذه العملية أن تضغط بشكل آخر وتقول أن هذا ليس دليل وتهرب، نريد الدليل. أنا أعتقد كشف الدليل ضرورة وطنية ملحة وضرورة أمنية ملحة. الموضوع متعلق بأنه لا يوجد قرار لو ما عندنا أدلة كافية لإدانة هذه الجهة المتورطة. سيد جاسم، بتصوري لا يوجد قرار. أنا أعتقد هاي الجهات الأمنية واللجنة المشكلة من هذه الأطراف وتعرفين المنطقة الخضراء كاميرات، وأنا أعتقد يعني خاصة المنطقة الخضراء وبيوت المسؤولين محمية بشكل جيد ومرصودة ومراقبة بشكل ممتاز، يعني مو بيوت يعني بالمدن الهامشية والعشوائيات على مود ما حد يدري بها شيء يصير، لا، تحت أنظار المجتمع يعني الأمن العراقي والمجتمع والمراقبة الدولية كذلك. لابد أن يعرفون هذه الجهة، ولكن بتصوري لا يوجد قرار لإعلان الجهة التي يعني نفذت هذه العملية، وبالتالي هذا العمل كله هو ضمن عض الأصابع المتبادلة، ضمن الضغط المتبادل، ضغط السياسة المتبادل اللي يعني يراد منه عدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات وعدم تشكيل حكومة تأتي وفق هذه النتائج. يعني سيد جاسم، هل هناك من يسعى إلى التصعيد السياسي عبر استخدام هذه الورقة، ورقة الاستهداف، لا سيما النتائج التي أعلنت اليوم؟
هي استخدمت هذه الورقة ولكن استخدامها كان خطأ فظيع، خطأ جسيم، لم يتفق معه أحد، لا أعتقد يعني عاقل يعني يعمل بالسياسة ويتفق مع هذا الأسلوب، أو الجهة التي نفذت هذه الجريمة تستطيع الاعتراف بها أو تلوح بها أو يعني تستخدمها كورقة، لا تستطيع أن تستخدمها ورقة، فعند عدم استخدامها كورقة إذن هذا السلاح أصبح غير مؤثر وغير فاعل. ولكن يبدو لي أنه يعني تلويح باستخدام العنف، تلويح بإحداث اضطرابات إن لم تكن يعني للجميع حصة في مثل ما يقول كعكة السلطة. نعم هذا تلويح وتخويف. طيب سيد فلاح، ممكن أن تستخدم ورقة الاستهداف فعلا لتصعيد سياسي، تستخدمها جهة رابحة ربما، ستؤثر على جهات خاسرة، ما الذي ستفعله هذه الورقة؟ هي يعني لفت النظر لحدث معين يسرق الجهد قد يكون، وهذا تعلمناه وتعودنا أن نشوفه في أحداث كبيرة، يحصل حدث آخر في مكان معين فيدير الكاميرات الأنظار على هذا الحدث. قول الكاظمي، الأخ الكاظمي الآن هو رئيس وزراء تصريف أعمال، وبالتالي ليس الشخص المستهدف في قضية انتخابية أفرزت نتائجها، والآن حتى المطالبين بقضية الانتخابات وأصوات وضياحة هم ذاهبين باتجاه خطأ قد حصل في آلية إدارة المفوضية. زين، وقد يكون هذا الحدث أراد أن يسرق الحدث الأكبر وهو ما حصل في نتائج الانتخابات. يعني اللي أفهمه حديثك أريد أشغل الشارع على سيما الكتل السياسية عن نتائج الانتخابات والطعون المقدمة. لأنه هذا الحدث ضربة في الصميم في قضية الديمقراطية بالعراق، والنتائج وأصوات المواطنين والخلل الذي يعرفه القاصي والداني اليوم من مشاكل، نحن كمواطنين ذهبنا لننتخب لم نجد أصواتنا، لقينا المسحة ماكو مثلا، البصمة وهكذا. فبالتالي هذا الحدث، ولا من يمتلك طائرات مسيرة، هي مو قضية بندقية كلاشنكوف أو قضية مسدس أو فكذا، هي طائرات مسيرة، ومجلس الوزراء والقصور الرئاسية وما ألاك على مقربة من السيرام وما إلى ذلك من الجهات والأسلحة الحامية للسفارة الأمريكية وما يحيط بها. ذكرت من يمتلك الطائرات، من يمتلك هكذا سلاح حامل للصواريخ؟ ليش ما صار عندنا استهدافات سابقا، محاولات على السفارات وإلى آخره، البعثات الدبلوماسية من خلال طائرات كانت صواريخ مسيرة. نعم أقول هذا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. ما معناها عندما كانت تتعرض السفارة الأمريكية إلى قصف في طائرات مسيرة أو إلى تصوير من جهات مقاومة، هذا لا يعني أن نلصق كل التهم بمن يمتلك حس المقاومة، هذا غير صحيح، هذا لا يمكن هذا الربط. وقد يكون خلط الأوراق نقطة من نقاط الآن إضفاء هذا اللون من ما حصل، وإلا من يريد القتل وبثلاث طائرات مثلا ويستهدف، أكيد لديه المعلومة الاستخباراتية ومعلومة الأمنية وأدوات المساعدة، وإلا ما معقول يجي يعني يجيب له ثلاث طيارات ويشمر له صواريخ إلى يا رواية تلمح سيد فلاح بصراحة. البعض يمكن مثل ما أشار سيد جاسم قبل قليل يشكك أصلا بهذه الحادثة ويدعي أنها مفبركة، على اعتبار هناك من استند إلى إتلاف بعض الدلائل فيما يخص قنبرة الهاورن التي لم تنفجر وإلى آخره من هذه التفاصيل. إلى ماذا تلوح بالتحديد؟ أقول أنه لا يمكن ربط القوى المحلية بهذا الحدث، والأخ الكاظمي ليس هو المستهدف بشخصه، إنما الموضوع قد يكون أكبر حتى من استيعاب الوضع الأمني والجهات الأمنية في العراق، وقد تكون أيدي خارجية أرادت أن تخلق وتضيف دماء
أخرى للنهر الدم الذي يسيل في العراق، وأنه أشوه صورة جهات معينة تسمى اليوم بالكثير من التصريحات، جهات منفلتة، سلاح منفلت، خارج إطار الدولة، ما إلى ذلك، حتى أضفي هذه اللا قانونية لتواجدهم. وبالتالي أنا لا يمكن أن أبتعد كثيرا عن قضية هذا الاستهداف، بغض النظر عن صدق الرواية من عدمها، أنه الجهات اللي خارجية، ولا أستبعد أنه جهات دولية وعالمية أرادت أن تعمل في السيناريو غير قاتل، ولكن تضفي هذا التقرير. وكما تحدث السيد جاسم، لنكن أكثر شجاعة ونبحث بشجاعة مثل ما صرح السيد الصدر لكشف المكشوف، ونذهب أن نصرح بدقة عن الجهة التي تقف خلف هذه الطائرات، ومن أين سارت، ومقدار حمولتها، وأن الشعب العراقي يريد أن يعرف قاتليه، أن يعرف الجهات التي تبحث عن رئاسة الهرم الأمني بالعراق. طيب. فما ممكن أن تنسى هذه الرواية بغض النظر عن يسمون سند روايتها عند سند الرجال. علينا أن نكو حدث، والحدث اليوم بالتقرير الأمني لا يرتقي أن يشرح لنا ما حصل. علينا أن لا نبتعد كثيرا، وأن نقف عند هذه الرواية وعند هذا الحديث وهذا ما تصور اليوم والصور التي خرجت، ونقول لابد أن يكون هناك أيدي خلف هذه الطائرات وخلف هذه الجهات. طيب. حتى يحمى الشعب العراقي من خلال قيادة العليا. واضح. إذن لذلك أن تكون قوة محلية منفلتة هذا غير صحيح. أكو أيدي ريمونتات التحرك غير الأمني بأيديها. أهدد سيد فلاح بصريح العبارة. أهدد مرة. رئيس سيدتي أنا عندما أهدد. عندما ترفع لافتات محرضة عليا وإلى آخره. جيد جيد. أنا عندما أهدد يعني أكون قد التهديد. ما معقول أهدد لبطائرات وأجي أضرب الترك وأضرب العلاقة مال المدري شنو وباب نعوج، وهذا مو صحيح. أنا لو قد التهديد وليش أستهدفه؟ ليش؟ على شنو؟ شريد أرسل رسالة. إذا أنا كنت ممكن أهددك لأنه خطأ حصل في التعاطي معي، ولكن ما أهددك وأنت تمثل أعلى هرم أمني في الدولة وتحتفظ سيادة واستقرار وأمن البلد، وعندما أريد أن أذهب لقتلك فما أستحي من قتلك. لا يمكن أن أوضح هذا الموضوع. أروح أقتلك؟ نعم، أنا تحزمت وعديت العدة للذهاب لهذا طيب واضح. دكتور السيد فلاح يستبعد تماما أن تكون هناك أطراف داخلية إلا بمحرك خارجي ربما تستهدف شخص رئيس الوزراء الذي يمثل هيبة هذا البلد. بالنهاية هل ستكشف الأوراق لو خلص انتهت القضية وقيدت ضد مجهول؟ أولا لا يوجد أي شيء في العراق يتم بأيادي خارجية فقط إن لم يتم بمعاونة من الداخل. هذه نقطة رأس السطر، لأنه اللي بالخارج ما هم اللي يديرون البلد. هذه نقطة. من يتحمل هذه المغالطات بين رأي أنه محاولة استهداف الكاظمي أو من عدمها، أو هي الحكومة العراقية التي اليوم كان تقريرها خجول وفقير جدا، ولم تقطع الطرق أمام من هم من قاموا بهذه المحاولة التي كانت تمس أعلى هرم في الدولة العراقية. تقريرهم كان لا يشبع المواطن العراقي، ولم يفضي إلى المعلومات الصحيحة والدالة لقطع هذا الموضوع. من ثم نعود أساس هذا الموضوع وأساس المشاكل التي كانت مع السيد الكاظم والأحزاب السياسية التي أتت به ومن ثم انقلبت عليه ومن ثم أصبح السياسات لا تروق لها، هو كان أساس موضوع الانتخابات والتشكيك فيها والتزوير بها، مع العلم هي تمت بموافقة مجلس النواب اللي هم ممثلين الأحزاب السياسية من خضم القانون الانتخابات ومن خضم القانون الجديد اللي هو الدوائر المتعددة. كانت هناك دعاية انتخابية أدارها التيار الصدري باحترافية وبراعة، كسبوا معظم الأصوات وهم أخفقوا في هذه الإدارة. ومن ثم هناك كان امتعاض شعبي وسخط شعبي من إداء الحكومة العراقية بكافة مكوناتها وفصائلها ويعني وقومياتها، لأنها لم تخدم الشارع العراقي ولم تخدم المواطن العراقي. فبالتالي حتى مظاهرات تشرين التي كان ضحيتها خيرة الشباب العراقي، ومن ثم لم تكشف لحد الآن من هم قاموا بهذه المجزرة التي حصلت. دائما نحمل الطرف الثالث. الطرف الثالث، من هو الطرف الثالث؟ لماذا الحكومة العراقية لم تجرؤ على إعلان من هو الطرف الثالث الذي يعبث بالأمن والسيادة العراقية؟ هذه التلميحات الغير صريحة من صرح علنا نتائج اللجان.
نتائج اللجان مثل ما يقول سيد فلاح، لكن هل هذا حل دبلوماسي خلينا نقول حتى ما نجر البلاد إلى الفوضى وإلى حروب أهلية ونزيد الوضع السياسي تعقيدا؟ هو لم لو اكو امور اخرى احنا نجهلها. هو لم يذهب يعني نحن مناز السيد الكاظمي او حكومته او من كائن من يكون لم ننزل للشارع العراقي لاجل اقتتال، لانه هذا بسبب بسيط. نحن الان في خضم البند السادس المتعلق بديون الكويت وحقوق الانسان. اي مشكلات ستشوب هذه الفتره او التنديد بعدم مصداقيه الانتخابات والخصومات السياسيه اللي اعلى مراحلها سوف تقود البلاد الى المجهول، وبالتالي هي هدم العمليه السياسية على كل الأحزاب والكتل السياسية الموجودة اللي بنتها خلال سنوات عديدة، يعني اكتسبت مكاسب وتغلغلت في الدولة العراقية، لكنه لا تهدمها. يعني هذه التهديدات والتصعيدات لا تعلو على بروباغندا إعلامية لأجل الضغط على المفوضية أو لأجل كسب مزيد من الأصوات أو التنديد بأنه هذا ليس استحقاقها وهي لا تؤمن بمتغيرات الشارع العراقي الجديد، بدليل أن هناك أحزاب سياسية أو حرس سياسي جديد دخل هذا المعترك الانتخابي، نافس الحرس القديم وأخذ مقاعد به المستقلون وامتداد هم أتوا من رحم معاناة الشارع العراقي، ذاهبون حسب تصريحاتهم للمعارضة لتصحيح مسار العملية السياسية، وسوف يكونون كنواظير لإداء هذه الكتل والأحزاب السياسية. يعني الشعب من خرج ما خرج أنه يسقط حكومة كاملة، خرج بصدور عارية لأجل تصحيح مسار، جوبهت الصدور العارية بالرصاص الحيفة، ثم بالتالي بدأ امتعاض شعبي واسع في الوسط والجنوب من إداء الحكومة، فبالتالي بالتأكيد سوف تكون هناك تصحيح مسارات في هذه العملية السياسية بعد تصديق المحكمة الاتحادية وإيضاح نسج التحالفات القادمة الجديدة للحكومة الحالية القادمة إن شاء الله. طيب. سيد جاسم، هل الحديث بقي حول موضوع نتائج هذا التحقيق؟ لو فعلا كانت هناك أخطاء فنية، لم تكن الإجراءات دقيقة فيما يخص التحقيق بهذا الحادث كما صرح السيد الأعرجي بنقل المقذوف غير المنفجر دون أخذ البصمات مثلا، وربما أمور أخرى. عزيزتي أنا أعتقد يعني أريد أشكك، وأنا بدي أعتقد أنه هاي الأخطاء الفنية هي أخطاء ربما تكون مقصودة يعني عدم أو قطع الطريق أمام أي تحقيق جدي يوصل إلى نتائج حقيقية وواضحة ومعلنة ومكشوفة، محاولة للتغطية على الوضع، وهذا الأمر يعني التغطية على من سيد جاسم؟ التغطية على من؟ احنا نتحدث عن محاولة اغتيال لأعلى رتبة وسلطة بالبلد، رئيس الوزراء العراقي اللي يمثل البلد بأكمله، تغطية على من بالضبط؟ أبدأ أسأل سؤال بأكثر صراحة، هل هي هذه العملية عملية الاغتيال الأولى؟ ولكن مقر رئيس الوزراء كم مرة تعرض إلى الانتهاك؟ المرة الأولى؟ يعني ما نتذكر ما بعد قضية البعثة وبعدها قضية أخرى، زين؟ فيبدو أن الحكومة في وضعها الحالي وهكذا هو الحقيقة لا تستطيع أن تحافظ على هيبة الدولة وهيبة الحكومة أمام أذرع مسلحة لا تستطيع، هذه حقيقة. يعني ليش نلف وندور ونقول؟ هاي حقيقة واضحة جدا أنه القوى الأخرى التي قيل عنها أنها قوى لا دولة وأن رفعت شعارات بالانتخابات حول الدولة واللا دولة، وكانت أحد قضايا الصراع السياسي والصراع المجتمعي قوة دولة وقوة خارجة عن الدولة، هاي حقيقة. يعني ما لازم يعني على الأقل في هالحدود نقدر نتحدث، إذا ما نقدر نتحدث بصورة أعمق وأوضح على الأقل في هذه الحدود، هذه القوة هي قوة مؤثرة ولها وجود في الدولة ولها أذرع مسلحة ولها إعلام ولها حركة، وهذه الدولة الحكومة لا تستطيع أن تقول كلمة الفصل أمام هذه القوة، وهذه القوة لا تستطيع أن لا تري أن تستسلم بسهولة لتغيرات مطلوبة بالمجتمع يطالبها المجتمع ومطلوبة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الحكومي، لذلك هو صراع
انا يعني اريد اصنفه هذا صراع سياسي من اجل السلطه، والسلطه اللي يعنيها سلطه المال والنفوذ والصفقات، ليست سلطه بمعنى تقديم الخدمات والتنافس على تقديم الخدمات والارتقاء بالوضع الى نحو احسن، ولا هو الوضع بصراحه بائس، وضع الشعب العراقي وضع صعب، يعني العشوائيات ونسبة تصاعد نسبة الفقر، تصاعد نسبة الأمية، تصاعد نسبة الظواهر الاجتماعية الأخرى، نسبة الطلاق، ظاهرة المخدرات وانتشارها، أكو وضع صعبة جدا وخطرة جدا، والصراع هو ليس من أجل معالجة هذه الظواهر السلبية بالمجتمع، وإنما تعميقها من خلال الصراع على السلطة بما تعنيه من مال، من فساد، من غنى فاحش. طيب. من اتساع الهوة والفجوة بين طبقة مخملية اكتنزت المال والنفوذ والقصور، وطبقات المجتمع الأخرى اللي تعيش الفاقة والعوز والحرمان. قصة هنا ترى، يعني من يمتلك السلطة؟ من يمتلك الذراع الأقوى بالسلطة؟ فهو الصراع. هذا الصراع وسيتمخض منا إن لم نلجأ إلى الاحتكام، إلى الأصوات، إلى الديمقراطية، إلى القوانين، سيتمخض منا مشاكل أعمق مما هذا اللي احنا قاعد نعيشه. وعند ذلك عند ذلك الشعب العراقي لن يقف على الحياد، لن يقف متفرج إلى النهاية، بالتالي سيقول كلمته الفصل ضد هذه الأوضاع المزرية اللي يعيش بها، وسيتصارعون على الكرسي في ظل جوع وفقر وحرمان. طيب، يعني سيد جاسم، نتوقع تصعيد آخر جماهيري ربما، يعني البعض يقول لك العراق اليوم، المواطن العراقي قال كلمته سواء من خلال الانتفاضة اللي قام بها وبعدها عبر صناديق الاقتراع وغير شيء من المعادلة السياسية، ماذا سيفعل مجددا؟ يفعل ولن يسكت، لأنه قال كلمته بالانتفاضة وطالب بانتخابات، وإجت الانتخابات بهذه الطريقة مع كل الملاحظات وبيئة الانتخابية، وقال كلمته بصناديق الاقتراع، ولكن إن لم تحترم كلمته بصناديق الاقتراع على الأقل للمشاركين، تعرفين نسبة المقاطعة 64% ما كانوا مقتنعين بهاي الانتخابات، فالمقاطعين عندهم موقف، انطوا فرصة خلينا نشوف شنو راح يصير، واللي صوتوا كانوا يبون تغيير، إذا ما حدث التغيير خذ ناس ما تسكت، يعني ايش قد تتحمل الجوع والضيم والقهر والحرمان؟ يعني شهر شهرين ثلاثة أربعة، ها شوف المناهج الدراسية ما توزعت، الصفوف مجرية، صفوف الدراسة، وجينا على عام دراسي جديد بعد عام تقريبا قاعدين، يعني ماكو دوام مفترض وزارة التربية والحكومة هسه هي على أعلى درجات الاستعداد العام الدراسي، فوضع صعب يا عيوني، وضع صعب جدا، والناس ما تتحمل أكثر. طيب. يعني والشباب ليش استشهدوا؟ لأن شافوا حاضر بائس ومستقبل معدوم، يقول لك انا ميت بالحياه ميت، على شنو اسكت؟ فالناس طيب. ما راح تسكت للنهايه، وهاي رساله يعني مفترض السياسيين يتعظون مما حدث بتشرين، لكن يبدو انهم نسوا الدرس الاساسي هو الفجوه الاجتماعيه الهائله. خلينا نوقف عند هذه التفصيله سيد جاسم، سيد فلاح. الوضع فعلا ما يحتمل، عندنا ضغوطات كثيره، عندنا وضع صحي ربما، احنا بأزمة كورونا ما انتهت، وضع اقتصادي، وتفاصيل كثيرة يمكن اتطرق إلى بعض منها السيد جاسم، راح يعي خلينا نقول الإطار، الكتل المعترضة، خطورة الوضع ويلملم الأوراق، وخلينا نقول يرضى بالأمر الواقع وخلص يلجأ إلى حكومة معارضة، يقبل بحكومة الأغلبية، المهم يلملم الأوراق الخلاف الموجودة اليوم، وإلا احنا مقبلين على تصعيد ربما جماهيري، المواطن ما راح يرضى بهذا الحال. احنا خلينا نشخص الحالة قبل أن نذهب نضع ناس في اليمين وناس في اليسار. وقد نذهب إلى أن نضعهم في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار، وهذا غير صحيح. هل أنه الآن في من خلال سؤالك، هل أنه الإطار ذاهب باتجاه التأزيم واعتراضات فاشلين خاسرين بالانتخابات؟ إذا كان هذا الهدف، فأعتقد ما أعتقد من الإنصاف من خلال قراءتنا للتجربة السياسية يعني الموضوعين داخل الإطار من خلال عمقهم السياسي أن يذهبون بهذا الفكر.
أنه عبارة عن قنبلة موقوتة ممكن أن تعيد البلد إلى نقطة الصفر أو إلى نقطة اللا عودة. الإطار لا يتجه إلى التأزيم لو أكو لماذا الإطار؟ لماذا الإطار؟ هل لأنه الإطار هناك فرق أو ناس أو مكونات من ضمن الإطار طلعت جماهيرها وخرجت جماهيرها وكذا وتريد أن ترسل رسالة معينة ولذلك نضع الإطار في خانة الخاسرين المعترضين أصحاب الأصوات العليا والآخرين هل لديهم اعتراضات؟ سواء من الكتل السنية أو الكردية أو الأخوة الكتلة الصدرية أو الشباب اللي فازوا من المستقلين شلون أقسم هذه الخارطة؟ معترضين فقط الإطار جيد ليش معترضين؟ هل معترضين؟ ما يخالف إحنا خلي نجدول حتى المشاهد يفتهم أنه بالضبط وين نريد نوصل أنا وجنابك والأخوة الكرام إلى نقطة تلاقي. هل أنه الإطار ذهب ليصحح مسار ديمقراطي وصل إلى نقطة اللا عودة والانحراف لو لأنه خسروا أصوات فكون المفروض ومقاعد كون يروحون يتعاركون حتى يحصلون؟ إذا كان هدفهم في قضية الذهاب إلى الاعتراض على الآلية التي اعتمدت في التجربة الديمقراطية الخامسة أنهم خسروا فهذا هلاك للعملية الديمقراطية والمجتمع العراقي. ولا نتوقع في المراحل المقبلة من الانتخابات أن يذهب جمهور شعبي عراقي جديد للانتخابات إذا كانت الفكرة بهذا إذا كان الاعتراض على الآلية اللي نفس الكتل السياسية هي من صوتت على اختياره ووافقت عليه ووقعت على بدون ناقشنا الخيار الأول أنه هم خاسرين فذهبوا لرفعوا أصواتهم زين. المرحلة الأخرى والتفسير الآخر لا أكون انحراف خطير في العمل الديمقراطي واكو نسبة عزوف كبيرة تحدث عنها السيد جاسم في المواطن العراقي وأكواس أكو أصوات هدرت ضاعت واكو ناس ذهبت لتحقق حفاظا على وطنيتها وأيضا على هذه التجربة الفتية في العراق لا تؤد وأن تذهب لتصحيح مسار تخبطت فيه المفوضية لم تعطي حلول كانت مدارة مقادة الريموت موبيتها فبالتالي الآن المكون الأكبر في خطر المكونات الأخرى أيضا في نقطة خلاف عدم تلاقي اليوم أكو شعارات ترفع في قضية الحكومة الأبوية والأغلبية السياسية والأغلبية الوطنية والتوافقية وما إلى ذلك من ما نسمع. هل أنه العملية الديمقراطية في العراق الآن في نقطة في بحبوحة من النجاح والأمل والاستقرار؟ لا خطورة. جيد إذن ذول المنتفضين معناه يا أخواني تعالوا جاوبونا على الأسئلة اللي عندنا واخذوا ما تاخذونه. وبالتالي الآن من هو المكون الذي ذهبت إليه الكثير من التشظي وظهرت الآن كتل كبيرة ناهضة أو صغيرة ناهضة من ضمن هذا المكون مو مكونات أخرى زين. إذن أكو استهداف غير معلن خلف الأستار أن هذا المكون يجب أن يشظى ويشظى بهذه الطريقة نرجع لنظرية المؤامرة. لا لا عفوا عفوا أنا قاعد أناقش سيناريوهات محتملة خيارات خيار أنه مرة أنا فشلت بالانتخابات وكون أعمل صخب ومرة لا أنا حرصا على القضية برمتها لأن بعد 4 سنوات راح تجي 4 مواليد كافرة بالوضع فقد يكون ماكو انتخابات ولا ديمقراطية من طلب الانتخابات المبكرة كوية اليوم بنارها ووجد أنه أجهزة عاطلة ووجد شركة فاحصة لا تسمع ووجد أنه البرلمان صوت على قضية كان غافل عنها وهذا كذا أمور واليوم أيضا نريد أن نخلق مشكلة كبيرة بين الإطار والكتلة الصدرية كأنهم أكو خلاف مو هذا الخلاف بالتالي يجب أن نلتئم سواء الكتلة الصدرية الفائزة سواء الإطار سواء بالتالي لازم تشكل حكومة لو قبلنا بمسلمات العملية الديمقراطية الانتخابية بشرطها وشروطها. سيد فلاح يجب أن نلتئم تقصد على البيت الشيعي هذا ممكن اليوم البعض يتحدث أنه حتى الإطار التنسيق اليوم أكو تشظي واضح به ربما بعض الكتل النصر اللي هنا هيج حكمة أين التشظي الفتح ربما هو من سيبقى على امتداد من أي مناطق خرجت إشراقة كانون من أي مناطق أكثر من 30 إلى 40 مستقل من أي محافظات التشظي بمقعدين وثلاثة وكتل صغيرة من هاي الشباب من أي مناطق بتارك استهداف هذا الاستهداف كان 185 مقعد
لهذا المكون. المكونات الأخرى ما عندها مشكلة. وين التشظي؟ شفت واحد طلع؟ شفت واحد اعتراض؟ ماكو. عم القضية مو خسران. مسلمين بالعمل. لا سيدتي القضية مو خسران. لا تعتبرني فوز خسران. فوز وخسارة. لا تعتبرني خسران. فجعجعت بصوتي. روح شوف للآلية التي طبقت خطأ. ها؟ وخلنا التيم أنا ياكل كلمة سواء. كلمة سواء. أما أنه نعتمد الأطر المحلية والفنية أو نعتمد آلية اللي اعتمدت بالقانون والقرارات وعدم نضحن بالنهار تحت الشمس. أو هذه فقط الكتل اليوم الخاسرة تتحدث الخاسرة عن لم تقول المعترضة على وضع وطني في خطر. لكن هي خسرت عدد من مقاعدها. البعض يقول لك إذا الآلية خاطئة ليش البعض جاب حتى أكثر من أصواته؟ دولة القانون جابت عدد أصوات وربما هي عندما نتحدث مثل عن القانون ما نختلف قانعة سيدتي بعدد مقاعدها. نتحدث عن القانون وأن هذا القانون كان فخ لكتل وأنه هذا القانون أكثر قوانين العالم في خسارة وهدر للأصوات ونسبة الضياعات بكثيرة. عند ذاك ممكن أن نشخص الحال. إحنا الآن أنا وأنت وأستاذ جاسم والست الكريمة وكل المشاهدين نريد أن نلتقي في نقطة. هذه النقطة أنه أكو خطأ لو ماكو خطأ، أكو خاسر يريد يعترض لأنه فقد لو لأنه خسر لأنه أكو خطأ وضع خطر. هنا خل نخرج من عباءة اللوم وعباءة أنه ذولا خسرانين ولازم يلا نشيلهم أو عباءة اللا دولة يعني والدولة. يعني القضية مو قضية مقاعد. لا شو يريد اليوم الإطار؟ أبداً هناك تساؤلات وتقديم للطعون سيدتي تساؤلات. شركة فاحصة أنتم جبتوها، آلية خطأ بالأجهزة، محطات غلقت بعد السادسة، 3711 محطة محطة ما ظهرت الناس ما ظهرت بصماتها. هناك أكثر من 722 ألف صوت ورقة موجودة داخل المحطة ما قرأت. أكو شيتات المفروض تطوناها لقيناها مغلوقة قبل ورا 3 أيام جابونا. وين المشكلة؟ الآن تقرير ظهر لسيد رئيس الوزراء وتعرضه. أنا أقتنع جزء أنت ما تقتنعين بما بالمسلسل الدراماتيكي اللي حصل أحداثه جزء ما تقتنعين. شو تسوون إذا ما اقتنعتي؟ تروحين تسأليهم مثل ما سألهم سيد جاسم عمي تعالوا قلوا لنا الجهة الحقيقية ورا استهدافكم منو؟ يعني اليوم أنا عندي أسئلة رجابوني يحتاج إجابات فقط من قبل المفوضية. ما عادت العدوى الفرز يدويا وقالت هذا الأمر مطابق وشرحت الكثير من التفاصيل. لن تستطيع المفوضية أن تعد وتفرز لأنه ستنكشف النسب وتنكشف فضيحة الأجهزة وستنكشف أصوات الناس التي ليس لديها في أوراق الانتخاب ما بها خطأ ما قارها الجهاز. هاي المشكلة. لا يفهم الوضع على أنه الإطار خسران فعليه أن ينتفض. لا يا أخي هاي مجموعة أسئلة جاوبونا عليها. طيب. ونذهب إلى طيب شو تقولين دكتورة الوضع مفهوم بهذه الطريقة مثل ما قال السيد فلاح قبل قليل أنه اليوم الإطار ما معترض على عدد مقاعده وأنه هو الخاسر بهذه اللعبة السياسية وإنما هو معترض على آلية انتخابية كاملة لا سيما ربما حتى القانون الانتخابي والأجهزة وإلى آخره اللي هو صوت عليها من الأساس. هو بمحض أنه قدم على أنه الاعتراضات فهو بالتأكيد يريد مكاسب. هاي نقطة رأس السطر. لكن أعقب على أستاذنا الفاضل كلامه أنه البيت الشيعي مستهدف والبيت الشيعي عانى من تعدد زعامات شيعية وتعدد قيادات فبالتالي تكون قرارات متعددة تثير مشكلات عديدة فلا يوجد قرار وطني واحد داخل هذا المكون أدى إلى تشظي. وتحدث أيضا عن الامتداد أو المستقلون أو القوائم التشرينية التي دخلت المعترك الانتخابي هي خرجت من رحم يعني مناطق شيعية عانت ما عانت من سوء إدارة وسوء إهمال فخرجت ممتعظة على مسار الحكومات المتعاقبة التي حكمت البلاد لأربع عقود ماضية أو أربع دورات انتخابية ماضية فهي ممتعظة من هذه الإداء. يعني ما خرجت. وهذه دلالة على أنه الأحزاب الكبيرة الشيعية ربما خسرت جزء كبير من جمهورها لذلك صوتت للأحزاب الجديدة.
متغيرات، هناك متغيرات حدثت في الساحة العراقية. أولا عامل الخوف والتردد انتهى عند الشعب العراقي، لأنه المعاناة التي يعني جابهت هذا الشعب هي أكبر بكثير مما يتصوره البعض، أنه بطالة لا توجد بنى تحتية للدولة، لا توجد كهرباء، لا توجد أبسط مقومة العيش، القطاع الصحي مهمل، الكهرباء مهملة، من كل النواحي الشعب مهمل، فبالتالي أدى إلى أنه ثورة شعبية. هذا كلام منطقي، يعني إذا شاركنا الحديث سيد فلاح أنه إحنا نقول اليوم أكو استهداف واضح للمكون الشيعي، ليش فازت بعض الأحزاب خلينا نقول أو الشخصيات المستقلة الشيعية وبمناطق شيعية وصارت بها تظاهرات إذا كان المستهدف المكون الشيعي؟ أكو فرق بين أن أقول أنه أنا كمكون أكبر مريود أن يتشظى وبين من فاز ومن خسر. هذا أداء أنا أديت خلال 4 محطات انتخابية كان أدائي جيد، مثل الكتلة الصدرية بدأوا ب30 ب40 كذا والآن في تصاعد، لأن يقرون الواقع بواقعية ويلامسون مشاعر وحاسيس واهتمامات جمهورهم، فبالتالي شوفين كيرف التصاعد. والكتل الأخرى اللي تحدثت عنها الدكتورة على أنه تعدد زعامات، هذا واقع الآن، تشظي هو تعدد زعامات، يعني كتل صغيرة الآن يعني ظهرت قادمون وكتل أخرى من الشباب، لكن ذكرت ربما تقنية واحدة من أسباب التراجع. يعني بالتالي مرة أقول القانون خذل، ومرة أقول لا، الآن أكو أصوات أكثر ومقاعد أقل، وأكو مقاعد أكثر بأصوات أقل، هذا أكو قراءة صحيحة للقانون، وأكو مرات أداء سلبي أدى إلى عزوف الناس. الآن أكو فرق بأنه أكثر من 60-70% من الناس ما ظهرت ذهبت للانتخابات لأنه شافوا القرية الساحة مقروءة، فبالتالي ذهب أو لم يذهب هي القضية، النتائج واضحة. إذن مرة أتحدث عن أداء سلبي أدى إلى عزوف جمهوري وجمهور المعتدل، ومرة لا أقول والله أنا استهداف أنه أشكل أكثر من كيان. أنا ما أطعن بامتداد والكتل الأخرى، لا أقول كمكون الآن من 185 بدت كيانات ومستقلين أكثر من 30-40 واحد مستقلين فازوا. طيب بحديثنا عن المستقلين دكتورة عودة إليك من جديد، راح يكون المستقلين دور ربما مهم داخل مجلس النواب بالحكومة بإرساء قواعد جديدة للعبة ربما. أولا حسب الآلية التي وصلوا بها إلى هذا الماراثون الانتخابي، وأنهم من معاناة الشارع وأنهم من مؤيدي ومناصري جمهورهم، فوفاء لجمهورهم ووفاء لدماء جمهورهم بالتأكيد من وجهة نظري أعتقد سوف تكون هناك متغيرات كثيرة، خصوصا منهم من صرح أنهم ذاهبون إلى جرف المعارضة، وهناك أحزاب سياسية كبيرة تحاول استمالتهم إلى جرفها ومغرياتهم بالجاه والمال والسلطة. لكن تعقيبا يعني أيضا على كلام أستاذنا الفاضل يقول أن المكونات الباقية لم تظهر فيها شائبة، نحن حكومتنا المؤسسة للحكومة العراقية البنية التي بنيت عليها الدولة العراقية ما بعد التحرير هي كانت بنية توافقية، فرئاسة الجمهورية للكرد ورئاسة مجلس النواب للأخوة السنة عرف سياسي، عرف سياسي هذا لا يمكن مغادرته، فبالتالي المكونات الباقية مكتسباتها موجودة، لكن الصراع في البيت الشيعي على رئاسة الوزراء. يعني ما تضير لو تحولت، احنا في سنوات سابقة كانت دائما لا تخرج رئاسة الوزراء من حزب الدعوة إلا في السنتين الأخيرة حيث أتى السيد عادل عبد المهدي والسيد الكاظم. الآن ما تضير لو خرجت رئاسة الوزراء للتيار الصدري وإعطاء مهلة 6 أشهر أو سنة ولتحديد مسار الدولة، وأيضا الأخوة في الإطار التنسيق الباقين يجعلون كنواظير رقابية لإداء حكومته وأيضا لكشف عن الخلل في إداء هذه الحكومة، ويكون الكل مشارك في العملية السياسية بالمحافظة على المكتسبات. وما تضير لو تم بناء العراق بروح وطنية قيادية، يعني لا نعلم لماذا هذه الصراعات، نحن نحتاج إلى قيادة وطنية أكثر ما نحتاج إلى قيادة عقائدية أو قيادة من مكون معين. يعني دكتورة الكتل المعترضة الأخرى راح تسمح للسيد الصدر أن يذهب بتشكيل حكومة، وخلنا نجرب السيد الصدر مثل ما ذكرتي، مثل ما جربنا حزب الدعوة وغيرها، شنو الضير إذا ما كانت عندنا أيضا في المقابل معارضة حقيقية تقوم وتدعم أداء الحكومة؟ تكون هذا وضعنا يسمح به في ظل هذا الصراع والتصعيد والخطاب؟ هو في كل برلمانات العالم، في كل برلمانات العالم هناك
حكومة موالية وقبالها معارضة لتصحيح مسار هذه الحكومة. إلا في العراق الجميع مشارك والجميع معارض والجميع يتكلم بالفساد والجميع يتهم الجميع، وبالتالي كلهم يتقاسمون الكعكة كما يصرح بعض النواب السابقين. فما الضير لو تمت هذه الروح الوطنية بقيادة وطنية لأجل بناء العراق؟ يعني لماذا نذهب إلى هدم العملية السياسية بالكامل؟ ولماذا الكل يشكك بالكل؟ وبالتالي سوف تنتهي باعتقاد الشخص، سوف تنتهي هذه الأمور جميعها بتوافقات سياسية. يعني أعتقد أنه البيت الشيعي سوف يتفق على شخصية لقيادة رئاسة الوزراء تكون مرضية لكل الأطراف حسب ما صرح السيد الصدر، تكون بروح سياسية أغلبية. يعني إحنا متجهين نحو الحكومة التوافقية. لا، مستحيل نخرج من التوافق بهذه المرحلة، لأنه أبسط حل أنه رئاسة الجمهورية انتخاب رئيس الجمهورية لا يتم إلا بثلثين من أعضاء البرلمان، وهذا لا يتم إلا عبر التوافق. فإحنا مستحيل أن نغادر التوافقية بصورة واحدة، لكن هناك أسس بدائية نبدأ بها، إدارة صحيحة وتخطيط صحيح. إحنا لماذا لا يعني نتعب بالدول اللي قبلنا مثل ألمانيا خرجت من ركام حربين عالمية والآن هي في مصاف الدول العظمى، سنغافورة بلاد البعوض كانت تسمى والآن هي في مصاف الدول العظمى. لماذا العراق لا يبنى بإمكانيته البشرية بموارد البشرية الموجودة وأيضا بالموارد الطبيعية طيب. لماذا لا يبنى؟ لماذا لا يكون هناك قيادة وطنية حقيقية؟ فما الضير لو تخرج من البيت الشيعي؟ نحن ليس الدولة لا تدار من ضمن العقيدة، الدولة هي تدير الكل. فما الضير؟ ما الضير لو القادة في الإطار التنسيقي أو السيد مقتدى الصدر يعني اجتمعوا على شخصية وطنية لإداء إدارة يعني منصب رئاسة الوزراء أو إدارة الدولة العراقية بما يخدم المواطن العراقي الذي جارت عليه الحكومات السابقة، وحتى قبل دخول القوات الأمريكية للعراق عانى ما عانى. يعني الوضع العام لا يتحمل المزيد من الصراعات السياسية ولا يتحمل جر البلاد إلى المزيد من الفوضى والتهالك السياسي. واضح. سيد جاسم، شنو الضير إذا خلينا السيد الصدري يشكل حكومة أغلبية وجربنا التيار الصدري مثل ما جربنا حزب الدعوة وأحزاب شيعية أخرى؟ هل هذا ممكن أم سنعود إلى موضوعة التوافق على اعتبار هو الحل الوحيد للحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي ولعودة البيت الشيعي ملتئما مرة أخرى؟ يعني أريد أروح بالتحليل شوية أعمق. أنا يعني لست يعني أفكر بالطريقة المهزوم والمكسور والمنتصر والفائز والخسران. يعني هاي الطريقة هاي كلها نتائج للأزمة. اليوم إحنا خضنا انتخابات، كنا قابلين عليها ما قابلين مقاطعيها، المهم صارت انتخابات، وفي ضوء هذه الانتخابات يجب أن تشكل الحكومة. على سؤالك أي حكومة نريد؟ إذا حكومة توافق فبالحقيقة الناس ما قاعد تقبل، الناس ما ترضى بعد. هي شنو الأزمة؟ تعريف الأزمة، الأزمة أنه النظام غير قادر على الحكم بالطريقة القديمة، والناس لا تتحمل أن تحكم وفق الطريقة القديمة، وهنا الأزمة. هسه احنا في أزمة، الناس ما تقبل بالتوافق بعد، لأن جربنا التوافق هاي كل السنوات وأنتجت الفشل وأنتجت الفساد ونقص الخدمات وهذا الهوان اللي احنا نعيش به. فيحتاج طريقة أخرى بالحكم، طريقة ما معقولة الكل مشاركة بالحكم وفي نفس اللحظة هم معارضة. أنا مشارك بالحكم وأريد أحتفظ ب يعني لذة المعارضة، أقول يعني نشوة المعارضة، لأن المصيرين نشوة حكم ونشوة معارضة، لو معارضة لو حكم، هاي لازم تنحسم. هاي راح تكون مقبولة؟ أقول لا، ما راح تكون مقبولة بيسر وبسهولة. ليش؟ ليش؟ لأنه تاريخيا وحتى بعد التغيير كذلك وقبل التغيير، من يحكم، من تكون بيد الحكم هو تكون عند السطوة بكل شيء، والمحكوم يعني المعارض يكون مقموع ومحروم ومحصور ومهمش. هي هاي القصة. لو لأنه نظام سياسي جديد من بنى على اسم صحيحة، لذلك حينما نتحدث ونقول يوجد أزمة عميقة، أزمة بنيوية، يعني بنيت نظام الحكم بنت على المحاصصة وعلى المكونات وأنتجت المحاصصة، والمحاصصة هذا فعلا وأزمة حكم، الحكم لازم كلها تشترك به، والحكم لم يستطع تنفيذ واجباته اللي هو الأمن والخدمات.
وأزمة حكومة في نفس الوقت. وشفنا اليوم أحد الأمثلة اللي ينضرب بيت رئيس الوزراء ورئيس الوزراء لا يستطيع يقول منه ضربني. ما يقول منه ضربني، أنا انضربت وهذا الدليل وهذا البكات منه ضربه، كأنما هي النتل بالكهرباء. سيد جاسم بالعودة إلى هذا الحديث، يعني هذه النتائج هل سترضي الأطراف التي طالبت بالكشف الصريح عن ملابسات هذا الحادث والتصريح علنا بأسماء المتورطين؟ أخص بالذكر السيد الصدر بتغريدته. لا، ما أعتقد ترضي. أنا ما أعتقد ترضي، ما راح ترضي أحد. المتطلعين للحقيقة، للشفافية، للوضوح، يعني معودة يا عزيزتي، يعني جريمة بسيطة إحنا نفتش عن الجاني، جرائم بسيطة، جرائم بسيطة زين، جنح ولازم نعرف المجرم ونعرف الجاني ونعرف الجريمة شنو ويا مادة، هيك قصة وما راح يعني ما راح تكون واضحة من الفاعل، هاي منو يسكت عنها؟ ولو مهما حكينا بهذا الموضوع ما راح نحصل نتيجة بالحقيقة، لأنه دائما بالعراق أولويات جديدة تفرض نفسها على الساعة السياسية وننسى القديم، نسينا هواية لجان، يا ما لجان تشكلت تحقيقية على جرائم كبرى، جرائم يعني خطيرة وما عرفنا نتيجتها وراحت وتجي جريمة أخرى وراها وراها وكذا، والناس مبتلية، الناس مهضومة، الناس يعني تعيش بأوضاع سيئة جدا، خاصة الوضع الاقتصادي وانعكاسه على الوضع الاجتماعي، أشياء خطيرة قاعد تحدث بالمجتمع وهاي القوة بعيدة عنها، يعني أقول هذا الكلام لأنه وصل يعني سيل الزبا، يعني الناس بعد ما تتحمل، يعني ما تقدر تتحمل الناس تتباوع على هذا البرنامج، ها؟ وإحنا نتحدث عن أثبة النظام والمشاكل بيناتهم وما نتحدث عن مشاكل الناس. نعم. وما نحكي عن مشاكل الناس، وهم ما ينتبهون على مشاكل الناس وحاجات الناس. هاي قصة خطيرة يعني قاعد ننبه عليها، حكى الأخ أستاذ فلاح حكى بشكل ممتاز حكى، بس أريد أقول له يا صديقي يا عزيزي على قانون الانتخابات للأسف ما سمعته، متحدثنا كثير ما تحدثنا أنه هذا القانون بهاي سلبياته وهاي إيجابياته بتكون لصالح يعني قوة سياسية، ما هذا ما ذكرناه سيد جاسم، أنه اليوم كل المخرجات وكل الآليات قد تم التصويت والموافقة عليها من الكتل السياسية لا سيما المعترضة اليوم، هذا ما يسمح به الوقت. السيد جاسم الحلفي السياسي اليساري، شكرا جزيلا لك، كذلك الشكر الجزيل للدكتور سهاد الشمري الناشطة النسوية، شكرا جزيلا لك، وأيضا السيد فلاح الجزائري السياسي المستقل، حياك الله سيد فلاح، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدينا، الشكر على طيب المتابعة، في أمان الله.